على مدار نحو 10 أشهر وخلال 92 اجتماعاً و78 ساعة عمل، ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب شكاوى المواطنين بقطاع الاتصالات. 89 طلب إحاطة تقدم بهم النواب تركز أغلبهم حول ضعف شبكات الهواتف المحمولة الإنترنت، وتنال بعضها مد خطوط الهواتف الأرضية للمناطق المحرومة وتحسين خدمات البريد. وفي أحدث تقرير للجنة الاتصالات حول نتائج أعمال دور الانعقاد الرابع والذي بدأ منذ أكتوبر الماضي، كشفت اللجنة عن إعداد مذكرات بشأن 30 طلب إحاطة من بين ما تم مناقشته من طلبات إحاطة خلال الجلسات. كما تناول التقرير أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها، وفي المقدمة منها استراتيجية وزارة الاتصالات للرقمنة بالدولة وما حققته من تطوير مؤسسي ورقمي. النقل الذكي ووسائل تطويره تكنولوجياً كانت أحد أهم الموضوعات التي حظيت بنقاشات موسعة داخل اللجنة، وذلك سعياً لتوفير سبل الأمان للمستفيدين من الخدمة، خاصة في ظل ما حدث من تجاوزات ومخالفات وجرائم قانونية ببعض شركات النقل. برنامج الحكومة الجديدة أيضاً كان حاضراً بقوة على طاولة لجنة الاتصالات، فبعد نقاشات موسعة خرجت اللجنة بعدة توصيات أبرزها العمل على جذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر لتصدير الخدمات الرقمية، والتوسع في برنامج التدريب لتنمية مهارات الشباب للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي. كما أوصت اللجنة الحكومة الجديدة بتشجيع وتنمية صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وكانت شكاوى المواطنين عنصراً أساسياً في توصيات اللجنة للحكومة الجديدة، حيث طالبت بسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وشددت على ضرورة قياس مستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهرياً، ومراقبة الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين، وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفي المناطق النائية والحدودية، لتؤكد بذلك أن شكاوى المواطن محل اعتبار وسرعة حلها فرض عين. We'll be right back.